إذن تحية من داخل التنسيق الوطني يعني على مستوى الناظور، الشغيلة التعليمية ما كانت مدعوة لتجسيد وقفات احتجاجية أمام المديرية للتعليم بالتعليم على المستوى الوطني، يعني تجسيد البرنامج الوطني الذي سطره التنسيق الوطني المشكل من الجامعة الوطنية للتعليم في التوجه الديمقراطي، وكذلك يعني أكثر من 16 تنسيقية وهيئة تمثل الشغيلة التعليمية. هذا البرنامج النضالي الذي كان يعني يتكون من 3 أيام إضراب 24/25/26 على المستوى الوطني، وقفات أو اعتصامات من داخل مؤسسة تعليمية، ثم كذلك توج هذا النضال هذا اليوم بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتعليم على المستوى الوطني. لا في الناظور كتنسيق وطني أي تم تنزيله وتنزيل هذا البرنامج النضالي اللي جاء كرد وكصد لهذا الهجوم المسعور، هذا الهجوم الشرس الذي تشنه الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية على النساء ووزارة التعليم وعلى المدرسة العمومية. إذا وزارة التربية الوطنية تمت يعني تمرير أو تم تمرير هذا النظام الأساسي المصادقة عبر الحكومة، الذي هذا النظام الأساسي الذي كان أو الذي طبخ بعيدا عن أنظار الشغيلة التعليمية وبعيدا عن انتظاراتها، وبالتالي كان جاء يعني هذا النظام الأساسي جاء مخيبا للأمام. الشغيلة التعليمية بكل فئاتها اليوم تقول لا للنظام الأساسي، فليسقط هذا النظام الأساسي الذي تسميه الشغيلة التعليمية نظام المآسي، يكرس الهشاشة، يضرب يعني في المدرس، يضرب يكهل أو يثقل كاهله يعني بالأعباء، ولكن في نفس الوقت يزيد من استغلاله دون يعني مقابل مادي. وبالتالي الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها ترفض هذا النظام الأساسي للطالب التراجع عليه وإسقاطه، ولن تتوقف يعني في المطالبة بذلك. إذن الوزارة مطالبة بإرجاع هذا النظام الأساسي للحوار والاستجابة للانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتهم، عندما نقول كل فئاتهم نقصد يعني جميع الفئات المشكلة للمدرسة العمومية من المساعدين التقنيين أو الحراسة والنظافة المربيين أساتذة، أو هذا الملف الشائع المشؤوم ملف ديال التعاقد يجب أن يسقط ويتم إدماج أساتذة في التعاقد يعني في أساتذة الوظيفة العمومية، وكذلك الاستجابة لكل الفئات التعليمية. إذا كتنسيق وطني على المستوى الإقليمي بالناظور سنستمر تصدي لهذا النظام ولهذه المخططات الطبقية التخريبية التي تروم في المحصلة ضرب المدرسة العمومية وضرب الخدمة العمومية. هناك مجموعة من لإداراتها الخارجية على أساس أن الشغيلة التعليمية تريد فقط يعني الزيادة في الأجور، إذا هذا معطى ربما يريد منه تغليط الرأي العام على المستوى الوطني. الشغيلة التعليمية تريد يعني استرجاع الكرامة، تم مساس بكرامتها، تم يعني سحلها يعني سحلا من تعرف يعني هذه المسؤولين على قطاع وزارة التربية الوطنية، وما خرجات وزير التربية الوطنية الأخيرة لهذا لخير دليل أنه يقول يعني مثل مثلا هذا التعريج على يقول وزير التربية الوطنية على أن تعويضات تصحيح الأوراق مهزلة، يعني في حقيقة هذه التصريحات مهزلة تؤجج الوضع وتزيد يعني من الطين بالله. وهل تعويضات يعني تصحيحات الأوراق التي تتم كل سنة يعني في أقصاها التعويضات ما تتجاوز 100 درهم أو 120 درهم تحسن الدخل؟ هذا التساؤل كنقدموه للوزارة التربية الوطنية وكنقدموه كذلك للحكومة وكل المسؤولين. إذن على المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية أن تستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية وأن تجعل يعني الأستاذ في مكانته التي يجب أن يكون فيه، والتعليم العمومي يعني في المكان الذي كذلك يجب أن يكون فيه. نحن كشغيلة تعليمية خضنا يعني أشكال نضالية لمدة سنوات وننتظر يعني من هذه الدولة أنها تنزل الأرض وتستجيب لهذه الانتظارات أو لهذه المطالب على المشروع. ما يطالب الشغيلة التعليمية؟ يطالب إسقاط مخطط تعاقد إدماج أسلاك الوظيفة العمومية كما كانت تروج يعني سابقا، لكن هذا النظام الأساسي الذي خرج وبين بأنها كلها كانت أكاذيب وإشاعات لتغليط الرأي العام، لا سواء الأستاذ ولا كذلك الرأي العام بشكل عام لأولياء الأمور وكذلك التلاميذ. وبالتالي الدولة رأي المسؤولة الوحيدة على هذا الضياع ديال الزمن الدراسي بالنسبة للتلميذ والتلميذة. وبالتالي نحن كشغيلة تعليمية يعني مضطرون للتصعيد.
البداية ضمن رجل لهذا الموسم الدراسي، لكن لم تكن هناك استجابة ولا كذلك اضطر هذا التنسيق الوطني المستقر يعني يوم إضراب 5 أكتوبر الذي كان يعني جاء بالمواساة مع اليوم العالمي للمدرس وكان إضرابا يعني ناجحا وإنزالا على المستوى الوطني، لكن وزارة التربية الوطنية ماضية في سياسة الهروب الأمام والآذان الصماء بالاستجابة والتجاوب والتفاعل مع نساء ورجال التعليم. هذا التحقير وهذا السياسة ديال الضرب ديال المدرس نفهمها بأنه يعني هو ضرب المدرسة العمومية والتعليم العمومي في إطار الخوصصة يعني في أفق الخوصصة ديال هذا التعليم العمومي والخدمة العمومية تنزيلا للتوصيات للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي الذي أصبح هو يعني الذي أصبح هو المخاطب الرئيسي للشغل التعليمي على مستوى قطاع التعليم، هو من يستر يعني السياسة العمومية على مستوى الدولة والحكومة وكذلك في قطاع التعليم. وهذه المسائل هذه يشرح بها الوزير التربية الوطنية كما جاء يعني على المسؤولين الذين يشاركون في جلسات الحوار مع وزير التربية الوطنية، يقول بأنه بالحرف بأنه هذه توصيات عن صندوق نقد الدولي وبنك الدولي، ونحن يعني نطالب الدولة المغربية باسترجاع السيادة وقرارها السياسي، بما أنه أن التعليم هو يعني اللبنة الأساس أو العمود الفقري لأي مجتمع التقدم والنمو الاقتصادي، فضرب هذا التعليم هو ضرب للدولة المغربية وضرب المجتمع وكذلك يكذب الشعارات التي ترفعها الوزارة والحكومة أو ما يسمى هذه التي جاءت يعني في برنامج الحكومة أنها حكومة اجتماعية، وها أنتم ترون أنها كل فئات اجتماعية بما فيها يعني نساء وجهة التعليم كلها تعاني الغلاء هل يعني القمع هل الاحتجاجات في كل مكان، وبالتالي هذه الحكومة الفاشلة هذه حكومة الباترونة يجب أن تراجع أوراقها وإما أن تستجيب ويعني تنفذ وتنزل مخططات تخدم الشعب المغربي ومقدمتهم المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم. تحية لكم ومزيدا منا نحن مستمرون، وإذا لم يكن هناك استجابة يعني في هذه الظرفية هذه تجاوب من وزارة التربية الوطنية وبالحكومة بالدولة بطبيعة الحال سنستمر في التصعيد، وبالتالي يعني آفاق المعركة النضالية ستكون مفتوحة هذا الموسم الدراسي على غرار المواسم الأخرى وربما يكون أكثر الشغل التعليمية وصلت يعني وصل فيها الألم إلى أقصى ما يمكن أن تحمله، وبالتالي نحمل مسؤولية الدولة والحكومة والوزارة التربية الوطنية على ما ستؤول إليه الأوضاع إذا لم تضع حدا لهذا الاحتقان الذي طال أمده. تحية لمقيع الريفيلو.